بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. استهل الإمام البخاري كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. بدأ الكتاب بباب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا أنه ابتدى الصحيح بهذا الباب عشان يأتي بالأدلة على أنه النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، ويسوق الأحاديث الدالة على ذلك، بما أن موضوع ومضمون الكتاب هو خاص بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان أول حديث رواه الإمام البخاري رواه عن شيخه الحميدي، قال الإمام البخاري: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا قبل كده إنه الحكمة من وراء بدء الإمام البخاري بهذا الحديث الشريف إنما الأعمال بالنيات، اللي هو أصلا مضمونه أو موضوعه ملوش علاقة ببدء الوحي، هو صدر يعني في بداية الباب، وهو باب يعني كيف كان نزول الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصدر الباب، ابتدى الباب بحديث إنما الأعمال بالنيات. فطبعا عنوان الباب ملوش علاقة بقضية النية وتحرير القصد للمولى سبحانه وتعالى، وإنه الجزاء على أعمال العباد على ما على حقيقة ما يقصدون بنواياهم، إلا إن الإمام البخاري أراد أن يعلن أن قصد نيته من هذا العمل إنه اللي هو الجامع، تأليفه للجامع الصحيح، إنه ده ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. يعني هو ألف الجامع الصحيح مرضاة لله تعالى وطلبا في التقرب إليه جل جلاله. يعني الإمام البخاري يريد الثواب والأجر من الله تعالى على عمله بالقصد الحسن عن طريق تحرير النية لله تعالى، لأن العبد بيحرم من ثواب العمل إذا قصد به غير المولى سبحانه وتعالى، وبيعطى الثواب الجزيل. يعني أي إنسان بيعطى الثواب الجزيل على عمله الصالح حتى لو كان عمله الصالح ده عمل عادي. يعني مثلا لو واحد دخل ينام بدري ونيته في إنه ينام بدري عشان يلحق صلاة الفجر، فيأخذ على هذا العمل الطبيعي، النوم ده عمل طبيعي، لكنه نام بقصد العبادة والمحافظة على أن يدرك صلاة الفجر على وقتها، أو حتى بيأكل ليتقوى على زي طعام السحور، نطعمه وإحنا بنأخذ هذا الطعام نتقوى به على أداء عبادة الصيام تاني يوم، فيصير العادة الطبيعية اللي هي الطعام الإنسان بيأكله بقصد أداء عبادة أو بقصد التقوي على القيام بسائر العبادات عمل عادي، لكن نيتي أنا حولت العمل العادي ده إلى عمل يأخذ الإنسان عليه ثواب من الله سبحانه وتعالى. وده كانت الحكمة من إن الإمام البخاري صدر كتابه وبدأ واستهل الكتاب، واستهل
بالباب الأول اللي هو كيف كان نزول الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ما يتكلم عن أحاديث الخاصة بالوحي بدأ الباب بقول بنقل حديث وبرواية الحديث عن شيخه الحميدي بإسناده إنما الأعمال بالنيات، عشان يقول لابد من تحرير النوايا، وإنه أنا بدأت هذا العمل وأنا أحرر القلب مما سوى الله وأقصد بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. وفعلا هي تجلت نية الإمام البخاري مما أفصح عنه حول مقصود نيته من صحيحه. يقول رحمه الله: وجعلته، أي الجامع الصحيح، وجعلته حجة بيني وبين الله تعالى. يعني أنا بيقدم وبيتكلم عن الصحيح الجامع الصحيح اللي ألفه، وقال أنا جعلت الجامع ده حجة بيني وبين الله تعالى. يعني عايز الإمام البخاري يفوز من وراء هذا العمل بمرضات الله تعالى، وإنه هذا العمل وهو الجامع الصحيح يكون سبباً لدخولي إلى الجنة. ولما بتفتح الصحيح وبتجد الحديث ده في بداية كتاب الإمام البخاري، وتبص تجد إن أول شيخ روى له الإمام البخاري أو روى عنه الإمام البخاري في الصحيح هو الحميدي عبد الله بن الزبير، أو عبد الله بن الزبيري الحميدي القرشي، الحافظ، الفقيه، شيخ الحرم، شيخ الحرم المكي. روى عنه الإمام البخاري حديث النية، هذا اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه في تقدمة الكلام عن ما هو أو أول ما روى وروى عنه في الحديث في كتابه الجامع الصحيح. وطبعا لأن احنا بنحاول مع حضراتكم نعرض منهج الإمام البخاري في تأليف الجامع الصحيح ودقة هذا العالم الجليل في ترتيب كل حاجة هو بيرتبها في الجامع الصحيح، مش بيرتب كده، لا، ده عامل منهج. يصدر الكتاب بحديث إنما الأعمال بالنيات، وبعد كده يروي حديث إنما الأعمال بالنيات، ويكون بيروي الحديث ده عن شيخه الحميدي. والسبب في تقديمه للرواية عنه ما يجب طبعا في له من الإجلال والإكبار من بين شيوخ الإمام البخاري، لأن الإمام الحميدي قرشي، فأراد البخاري أنه يعمل بالحديث النبوي الشريف الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدموا قريشا ولا تقدموها، كما أخرجه الإمام البيهقي، وهي علة سياقته للحديث كمان مختصرا، أنه يأتي بالرواية كما شاهدناها في الجامع الصحيح. ولمن أراد أنه يطالع ذلك عليه أن يعود إلى نسخة الجامع الصحيح ليرى ذلك بوضوح. ومن المعاني الخفية التي أرادها الإمام البخاري من سياق هذا الحديث بإسناد شيخ الحميدي، إن في هذا الإسناد تصريح من كل راوي بأنه سمع الحديث من شيخه. يعني طبعا ده منهج الإمام البخاري الدقيق واللي تميز به عن غيره. يعني قول الإمام البخاري في بداية الصحيح حدثنا الحميدي، يعني حدثه شيخ الحرم الحميدي وبلغوا الحديث ده بإسناد شيخه المذكور في أول الصحيح، لما بيقول حدثنا الحميدي، مين اللي بيقول؟ الإمام البخاري، وده شيخ الإمام البخاري، وهو ينقل عن شيخه ما رواه عنه. وبعدين قال حدثنا سفيان، قال الحميدي حدثنا سفيان. سفيان يعني حدث الحميدي بهذا الحديث شيخه سفيان بنفسه. يبقى كده البخاري حدث عن شيخه الحميدي، والحميدي حدث عن شيخه سفيان. يعني دول شافوا بعض كلهم، ما فيش واسطة في النص،
بين الراوي وبين شيخه. وبعدين سفيان كمان قال سفيان حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، يبقى يعني حدث سفيان بشيخه يحيى بن سعيد الأنصاري بهذا الحديث، وهكذا قال يحيى ابن سعيد الأنصاري أنه أخبره محمد بن إبراهيم التيمي. محمد بن إبراهيم التيمي سمع بنفسه من علقمة بن وقاص الليثي إنه سمع مباشرة من سيدنا عمر بن الخطاب وهو على المنبر هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات. فالإمام البخاري ابتدأ الحديث بشيخه القرشي الإمام الحميدي عشان يثبت، أراد أنه يثبت أن الأصل في الرواية هو التصريح، أن الراوي يبقى سمع شيخه، يبقى الأصل في الرواية هي التصريح بسماع الراوي الحديث من شيخه، وهكذا بالسند المتصل إلى الصحابي ثم إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أراد الإمام البخاري أنه يدل ويؤكد ويشير إلى المنهج اللي اعتمده في الجامع الصحيح، وهو إن كل راوي بيروي عن شيخه اللي قبله ولازمه وتعلم منه، ويبقى الأصل في الروايات داخل الجامع الصحيح في الخاصة بالحديث كلها كده، الراوي التقى بشيخه وشيخه ذلك كان مريدا لشيخه فهو كمان نقل عن شيخه، وهكذا بالسند المتصل، مفيش قطع في هذه السلسلة في السند. والحقيقة هيكون لنا وقفة عند هذه المسألة بدقة أكثر مع الإمام البخاري إن شاء الله في الحلقة المقبلة، ورحم الله تعالى أمير المؤمنين في الحديث الشريف الإمام المبجل محمد بن إسماعيل البخاري.